الاهلي الكبير، تاريخ الاهلي، رموز الاهلي، كانت رسائل مهمه جدا حتى اثرت في الجمهور. الرسائل دي بتقولها وانت عايش جو المباراه، مش كاتبها وانت عايش جو المباراه. يعني دلوقتي لما تقول انت قلت ايه، ولا مش فاكر، انا بتفرج وبسمع الناس بتتكلم وانا بتذكر الكلام ده. انا زي ما قلت لك بسيب نفسي في التعليق، اللي حاسس بيه واللي حاسه بقلبي بطلعه بقوله، وما اعرفش اقوله تاني. يعني ممكن الله ما اعرفش اقوله تاني. مؤثر لدرجه، يعني مش عايز اقول لك، في بعض الجمهور حتى لما بيجي يسترجع الذكريات دي عبر اليوتيوب بيسمع التعليقات دي، في ناس بتعيط لما بتسمع الكلام ده. انك بتديها احساس يا ابني انت بتشجع كيان كبير قوي. طبعا طبعا طبعا، النادي الاهلي من الانديه الكبيره الموجوده مش في مصر بس، في الوطن العربي وفي القاره السمراء. النادي الاهلي ثالث اكثر فريق على مستوى العالم واخد بطولات قاريه، ارقامه بتقول كده وانجازاته بتقول كده. النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا، مش في مصر فقط لا غير، لا في الوطن العربي. انت شفتها بره النادي الاهلي طبعا. لا لا، النادي الاهلي لا حاجه ثانيه خالص. ولما بقول لك ان اي معلق عربي يتمنى ان هو يعلي النادي الاهلي، دي مش من فراغ، لان عارف قوه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وشعبيه وجماهيريه النادي الاهلي. دي مهمه جدا بين قوسين، الشعبيه والجماهيريه. في ناس عملوا شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي لما علقوا على النادي الاهلي، عملوا شعبيه كبيره جدا لانه بس علقوا ماتش او ماتشين للنادي الاهلي، مع ان هم مش مصريين ولا مثلا اهلاويه ولا حاجه، بس هم عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قيمه فليله النادي الاهلي اكيد. طيب ايه الفرق بين التعليق المصري والتعليق الاجنبي؟